انضمت المجموعة الثالثة فريق السويد الذي حاز على بعض الفرص في اللعبة الافتتاحية ضد المكسيك. هذا مشجع مكسيكي. بذلت السويد كل ما بوسعها. اخترق شيمينشان ساحة الخصم عدة مرات بفعالية كبيرة، كفئ بضربة جزاء. الفريق المكسيكي لم يحتج. الفرصة يحولها يدول إلى هدف. ها هو. سجل شيمينشان الهدف الثاني بهدوء في النصف الثاني. أصيبت المكسيك بالأحباط. انتزعت السويد النصر النهائي بثلاثة أهداف.